السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا آسف على اليومين اللي فاتوا ما كنتش معاكم، كنت تعبان شوية والحمد لله بقيت أحسن. النهاردة هاخدكم معايا تمرين عملي، عندي أوردر في شقة أو في بيت، آسف في بيت، تمام. البيت ده لسه هيتسكن، فالمطلوب مني إن أنا أبدأ أكافح وأمن المكان ضد الحشرات، تمام. فتعالوا معانا نشوف في الفيديو ده هنعمل إيه، وإيه هي التوصيات اللي بناخد بالنا منها وإحنا بنشتغل. يا ريت اللي بيشوفني أول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد، ويشارك الروابط مع الغير عشان اول حاجه الفايده دي. تعالوا بينا التمارين نبدا نشوف. لازم المكان بيبقى خالي زي ما احنا شايفين، لان المكان لسه اصلا جديد، هيبدا لسه هيسكن، تمام. المكان ده المفروض كنت انا هاجيه من يومين فاتوا، بس للاسف كان لسه التشطيبات ما خلصتش. المكان طبعا ما ينفعش اشتغل فيه. بدخل عندي المطبخ بشوفه بالشكل ده، تمام. ببدا زي ما احنا اتعلمنا في الشغل، شغل نظيف، الشغل اللي مش هيبقى فيه منه مشاكل بعد كده ان شاء الله. لازم أأمن نفسي تماما. الكبت فاضي، طبعا احنا عرفنا او عرفنا كلمة الكبت، هي النملية عندنا في مصر بنفتحها علشان نبدأ نرش فيها ونشتغل فيها. طبعا احنا متأمنين او مأمنين المكان نظيف وفاضي تماما، والعميل مش هيجي الا بعد يومين من الرش، هينظف الاول وبعد كده يبدأ يفرش ويسكن، تمام. الكبت بنلاقيه بالشكل ده فاضي، نبدأ نشتغل الكبت داخل وخارج، وهنشتغل الرخام، تمام. المشكلة دلوقتي ان انا في فصل الصيف، فصل الصيف هتلاقي فيه حشرات كتير جدا، من اهمها النمل، تمام. فما نستثناش اي مكان واحنا بنشتغل، لازم نبقى شغالين في كل الاماكن وكل الاماكن المبيد واصلها علشان نتقي المكان شر النمل لفترة، حتى 6 شهور مثلا لحد ما نبدأ النمل، لأن هنا في الخليج عادة النمل من أكتر الحشرات اللي موجودة، بعديها الصرصار. فلازم المكان يبقى مكشوف قدامي، تمام. نظام الرش، باجي أدخل الأرش فوق وبعد كده تحت، وأقفل الكبت بتاعي، يعني أشتغل فوق أقفل الكبت وبعد كده أنزل تحت وأقفل الكبت تحت، وامشي نفس النظام. خلصت في الغرفة بتاعتي دي، ابدأ وانا خارج اقفل الاضاءة، لازم اقفل الاضاءة. احنا علمنا ان الاضاءة عامل امان عند الحشرة، فلما اجي اقفل اللمبة اطفيها خالص، تمام. هتبدأ لو في صرصار في المكان عندي هيبدأ يخرج، فيخرج يلاقي المبيد يبدأ، تمام، الابادة او المكافحة، اسف مفيش ابادة، هي المكافحة، يبدأ بينزل ميت. اخرج اقفل الكباب بتاعي، تمام، وانا خارج اخد الباب واقفله، تمام. اصبح الغرفه بالشكل ده مغلقه تماما. نفس الموضوع مع حمام اعزكم الله. الحمام بدخل اول حاجه بعملها اقفل الباب عليا وابدا ارش ابروز الباب بتاع الحمام. هو بين منزل اخد الدائر بتاعي، اسف على الصوت، يمين والف يمين، يكون المبيد اللي انا رشيته هنا بدا ينزل، فعدي خس من تحت الباب، اقفل الباب، تمام، واقفل النور. كده الحمام بتاعي كويس جدا وما استثناش البيبه بتاعه الحمام، ولازم ارشها واقفلها تمام، ماشي. انا بس بمثل لكم ايه اللي هيحصل. وقفلت كويس، ببدأ أقفل غرفة غرفة وأمشي. قابلتني الغرفة دي، بدخل أخد فيها اليمين بتاعي، يمين، ربنا يجعلكم من أهل اليمين. أخد اليمين بتاعي كويس جدا وأبدأ أقفل الغرفة. أنا كده بزود فعالية المبيد داخل الغرفة نفسها، علشان ما ينفعش أبقى راشش وأسيب البلكونة بالشكل ده مفتوحة، فهيبدأ المبيد بتاعي هيتسرب للخارج، فمش هبقى مستهدف منه الغرفة، تمام. ده أأمن وأسلم طريقة إن أشتغل فيها. يعني أنا لما يبقى عندي حل من اتنين، يا إما أشتغل في غرفة أو في بيت فيها عفش ومسكون، ولا أشتغل في بيت لسه هيبدأ. لا، أشتغل في بيت لسه هيبدأ علشان آخد راحتي وأنا بشتغل، ميبقاش في قلق على أصحاب البيت، أطفال، سيدات حوامل، حيوانات أليفة، تمام. أنا الحمد لله دلوقتي مأمن إن المكان خالي، مش هيبقى فيه أفراد إلا بعد الرش بيومين، تمام. يبقى ما نستثناش اي مصادر هواء، نبدا نقفلها.
ده طلعنا بره الفرندا نبدا برضو نرش وبغزاره. هنا هيبقى احنا دلوقتي مش شايفين نمل، لكن من بعد الغروب او صباح باكر هنلاقي نمل. فاحنا لو هنشتغل في توقيت غير التوقيت ده هنبدا بالرش الغزير علشان ناخد بالنا، وقبال ما المبيد يبدا يتفاعل مع الارض بكثره هياخد معايا فتره، هياخد معايا نسبه نمل كتير ميته. يبقى هنقفل ما ننساش. في ناس كتير بتيجي ترش وتسيب حاجه صغيره خالص، سيب الباب مفتوح كويس، حاجه صغيره اهو، انت فاكر ان حاجه صغيره خالص تمام، مع الباب ده مفتوح، مع الباب ده مفتوح، مع شباك، مع شفاط مفتوح، انت كده ما فيش اي حاجه، كده المبيد كله هيسرب للخارج. لكن لو انا قفلت كويس تمام بعد الرش مش هتلاقي اي مشكله بعون الله تمام. تخيل حضرتك غرفه زي دي محكمه الغلق، شباكها مقفول، تكييفها مقفول تمام، ما فيهاش اي مصدر هواء تاني، حتى الباب بتاع الغرفه اغلق تماما. بدات اشتغل في الجو ده، بدات اشتغل 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 اشتغل، باخد اليمين بتاعي وانا ماشي الاسفل او الركن او الزاويه ايا كان اللي انت بتقوله او المسمى بتاعك، باخد الزاويه تماما يمين في يمين في يمين لحد ما بوصل لنفس النقطه اللي انا بدات منها تمام. طبعا اتفقنا حاجه مهمه جدا يا جماعه اللي بتخلي بتفرق من مهندس لمهندس او من فني لفني. اول حاجه بعملها اول ما اخش الغرفه اقفل على نفسي وابدا اخد برواز الغرفه نفسه داير ما يدور، دي اول حاجه مش اخر حاجه، علشان لو اول حاجه زي ما اتفقنا رشيد داير ما يدور بدات الف في السفل بتاعي داير ما يدور، عقبال ما الف وارجع تاني لنفس النقطه اللي بدات منها هلاقي المبيد اللي انا اشتغلت بيه تمام تساقط على الارض، فابدا اعدي من تحت بسلام. لكن لو انا هشتغل الباب اخر نقطه هرش واخرج فهيتساقط عليا، فهيبقى شكلي سخيف قدام العميل لو واقف، او هيبقى شكلي سخيف لو انا بشتغل قدام مهندس اقدم مني او فني، لكن فني محترف عني او اقدم، الفني اقدم من المهندس نفسه تمام، فيبقى شكلها وحش. ناخد بالنا دي فنيات صغيره لكن بتفرق من مهندس لمهندس او من فني لفني تمام. للباب بيبقى اول حاجه مش اخر حاجه، اخد اليمين بتاعي تمام مع مع ان انا بقفل مصدر الهواء مع مصدر التكييف بتاعي مفيش اي هواء، ببدا المبيد اللي موجود ده بيتفاعل مع الهواء الجوي اللي داخل الغرفه تمام. المبيد بيفتت ذرات الاكسجين اللي في الجو بيحولها لثاني اكسيد الكربون اللي هو هواء الزفير، الحشره مش بتلاقي هواء تتنفسه فبتموت مخنوقه تمام. مش عملنا وقلنا نبدا نخرج من الباب، نبدا نقفله ورانا كويس، هناخد اليمين برضو قفلنا الباب اهو، ناخد باقي اليمين نبدا على الغرفه اللي بعدها، غرفه بقى او حمام هنبدا ندخل فيها برضو، نقفل الباب ونرش يمين البرواز ونبدا نكمل الحمام بتاعي. هنلاقي هنا في بيبه، ادي اثنين ادي ثلاثة، لازم التلاتة ترش فيهم كمية مناسبة، دي حاجة. الحاجة التانية هكلمكم بره بس عشان صدى الصوت. الحاجة التانية اللي لازم اخد بالي منها شفاط الهواء، شايفينه؟ الشفاط ده في باب وراه، باب الخلفي للشفاط نفسه، لازم اتاكد ان الشفاط من ورا مغلق او عليه سلك تمام، لان الغالبيه العظمى في البيوت بنلاقي الشفاط الباب الخلفي ده مش موجود اساسا، فلو الريش مقفول زي ما احنا شايفين ممكن الحشرات تخش وتطلع بسهوله، ابراص، وزغ، صرصار، نمل. لكن لو الشفاط شغال هنقول مفيش حاجه، لو الشفاط مقفول ومفيش ريشه ورا يبقى الحشره داخله خارجه. ناخد بالنا ان الموضوع ده كويس جدا واحنا بنشتغل. تمام هندخل دلوقتي، احنا دلوقتي كنا بنشتغل بره، هنشوف اللي هيحصل، هنلاقي الشباك بيتقفل او باب البلكونه بيتقفل علشان نبدا نشتغل في الغرفه نفسها زي ما احنا شايفين. طبعا احنا مأمنين، احنا مأمنين ان الغرفه ما فيهاش اي حد زي ما قلنا، فبنبدا رش بغزاره عشان تقعد معانا فتره طويله، تأمينا على كلامي الباب اتقفل علشان نبدا نحكم ونسيطر على كميه المبيد الموجوده داخل الغرفه. وانا بشتغل ما يبقاش فيه ميه، ما يبقاش فيه اكل، ما يبقاش فيه شرب.
لما ادخل غرفه والاقي فيها مصدر هواء مفتوح لازم اقفله. قبل ما اشتغل لازم اقفل مصدر الهواء عشان ما يتسربش مني المبيد. تكييف مفتوح اقفله. فتحه لازم اسدها قبل ما اشتغل علشان هيبقى فيه مشكله تدخل حشره او هتخرج حشره مني او هتسرب الهواء بتاع المبيد وانا اشتغل. وشارك الفيديو مع غيري علشان فايده العلم تزيد، ما يجيش ووقف العلم عنده ان هو شاف المعلومه خلاص مش هيديها لغيره. يا ريت بعد اذنك مش هتخسر حاجه لو انت دوست اعجاب او ضفت تعليق وانا هرد لك عليه، او اي سؤال عندك وانا هرد لك عليه. وشارك الفيديو مع الغير عشان فايده العلم تزيد بيني وبينك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.